سابش الامور تتفاقم لغايه ما وصل لحد البنك. اول يوم هو مركز وكان بيشتغل ويجتهد، هو كان بياخد دروس صحيح، انما كان متابع درس الدرس، بيجي بيخلص واجبه وبيذاكر الدرس، بيتابع امتحانات الحفوظ كان متفوق فيها، مدرسينه كلهم متابعين معاه من الاول وماشيين معاه كويس، فهو كان من الاول مركز ومجتهد. فعشان كده يعني احنا في التوقع هاي النتيجه كويسه جدا، انما طبعا يكونوا يطلع من 10 الاول دي من عند ربنا، دي الحمد لله كرم ربنا. استقبلت الخبر ازاي؟ لا تحصيل الاستقبال بتاع الخبر، استقبلته ازاي الخبر؟ والله يعني هم قعدنا نعيط، والله ما كناش عارفين، يعني ما كناش مصدقين. بعدين فتحنا الجريد ده السابع على النت ولقينا ال 10 الاوائل، احنا مامته كانت قاعده بتصلي وبتقول بالصدفه كده بص يمكن، وانا بقول له يا ابني انا قلبي حاسس من الصبح، قاعد اقول له خلي تليفونك مشحون عشان المواذير يكلمك. فالحمد لله لما بص الدولار لقيت مامته بتصوت وحاسس بطريقه عيط ومش عارفين ايه اللي حصل، وفوجئنا بقى الناس بتتصل بينا ومبروك ومبروك، بدانا نزرك الاحداث. بس الحمد لله اولا هو شيء ده كرم كبير جدا من ربنا طبعا. دايما الاب بيبقى عايز يحقق حلمه في ابنه، حضرتك بقى شايف ازاي يعني ثمره التفاوض دي وهي بتتخدم قدامنا؟ الحمد لله، الحمد لله فضل ونعمه كبيره قوي 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 من ربنا يعني الحمد لله. وهو ولد يعني تعب واجتهد مش السنه دي بس، على مدار حياته كلها هو كان ملتزم وماشي عدل، والحمد لله ربنا كلل مجهوده يعني، وربنا يحقق له بقى اللي عايزه. هندسه الطيران، هل نتوقع بقى ان الوالد برضك مهندس؟ لا انا في مجال البنوك، انا بشتغل في مجال البنوك بقالي 35 سنه. يعني رياضه باكد برضو تاني رياضه، انتوا صغير العيله ما شاء الله في الرياضه. هو عايز هندسه ومركز من زمان، هو صغير بيقول لي هندسه وعايز هندسه طيران، حتى كنا بنتكلم عايز يخش جامعه الطيران، فلسه بنشوف بقى الامكانيات. يا رب زي ما حضراتكم شفتوا كانت لغه التوب كلها كانت لغه، اه حضراتكم شايفين يعني لو انا جيت قلت لك شدت كأم تعملوا ايه عشان ابنائكم يبقوا من المتفوقين؟ يعني الهدوء، مش توتر للولاد اثناء الدراسه خالص، اي دروس عايزها اي حاجه تمام معاه، مجموعات اي حاجه. طب ممكن طب انا لو انا جيت ممكن اوقف ايه مالك ولما يطلع من الاوائل؟ اه بس طبعا امور شويه بانها بتبقى شايله كتير، والحمل بتاع البيت بيبقى بالنسبه لها ثقل. كنت بترتبي له مواعيده؟ كنت بتتابعي في الدنيا؟